قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع أريد أن أعطيكم فكرة عامة أو لمحة عامة عن سنغافورة. جيد. أولا كلمة سنغافورة هذه الكلمة مأخوذة من اللغة الهندية القديمة، وهي تتكون من مقطعين، هي سينغا أو سينغو في العربي معناها أسد، وبورا معناها مدينة، يعني مدينة الأسد. لماذا هذه الدولة سميت بهذا الاسم؟ لأن مالك هذه الدولة كما قيل في التاريخ لما هو سيطر على هذه الدولة هو رأى أسدا فيها، ولذلك سميت هذه الدولة باسم سنغافورة بمعنى بسيط مدينة الأسد. وعندما نحن نتكلم عن تاريخ سنغافورة، وطبعا تاريخ طويل جدا، لكن أريد أن أعطيكم لمحة موجزة عن تاريخ سنغافورة. وعندما نحن نتكلم عن هذه الدولة فتاريخ هذه الدولة ينقسم إلى قسمين على شكل بسيط. الأول ما قبل القرن 15، يعني في تاريخ القديم لهذه الدولة، وهذه الدولة كانت تحت سيطرة إمبراطورية عظيمة وكبيرة، خاصة في ملايو أو في جنوب شرق آسيا، ألا وهي إمبراطورية سريفيجايا سوماتريا، يعني إمبراطورية كبيرة جدا في جزيرة سومطرة جزء من إندونيسيا. وكانت هذه إمبراطورية تسيطر على سنغافورة. كانت جزء من إندونيسيا في البداية؟ لا، لم تكن هناك اسم إندونيسيا، لكن دلوقتي إندونيسيا، الآن إندونيسيا، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك دولة تسمى بإندونيسيا. وهذه إمبراطورية كبيرة كانت تسيطر على سنغافورة وكذلك ماليزيا، ولها فتوحات كبيرة. وهذا التاريخ بالنسبة لدولة سنغافورة يعني في التاريخ القديم. ولكن عندما نحن نتكلم عن تاريخ هذه الدولة في القرن الوسطى أو في الزمن الاستعمار، طبعا هذه الدولة كانت تحت سيطرة بريطاني. طب كيف السؤال المهم الآن لقمان، كيف وصل الإسلام إلى هذه الأماكن في سنغافورة؟ كيف وصل إلى الإسلام؟ كيف وصل الإسلام إلى هذه الأماكن لهؤلاء الناس في سنغافورة؟ إن شاء الله فنجيب هذا السؤال. أولا لابد أن نعرف أولا على أن الإسلام دخل في ملايو. عندما أنا أقول مصطلح ملايو بمعنى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، هذه الدول كلها لها عادات وتقاليد متقاربة ومتشابهة. فهناك عدة نظريات أو عدة آراء كيف دخل الإسلام إلى هذه الدولة. وقيل على أن الإسلام دخل إلى ملايو أو إلى سنغافورة نفسه من طريق التجار العرب والتجار الهنود. يعني وفيه رأي آخر على أن الإسلام دخل من طريق الصين، لكن طبعا هناك جدال ونقاش. أيضا التجار الذين كانوا يذهبون للتجارة في سنغافورة. صح. وهذا يعني إخواننا الكرام منتشر جدا في جميع الدول التي دخل فيها الإسلام، كان بينتشر بهذه الطريقة التي ذكرها أخونا لقمان. سبحان الله، في دول تتعجب كيف وصل الإسلام إليها، كيف دخل الإسلام إلى هذه الأماكن تحديدا، لكن لما تبحث في التاريخ وتدور تلاقي أن الإسلام وصل إلى هناك من خلال المعاملة، من خلال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الدين المعاملة. التجار المسلمين الصادقين اللي كانوا بيروحوا هذه الأماكن للتجارة يتعامل معهم غير المسلمين، يشوفوا صدقهم في المعاملة، يشوفوا الابتسامة الطيبة التي لا تفارق وجوه المسلمين هناك، تشوف العفو عند المقدرة، تشوف حسن التعامل وما إلى آخر ذلك، كانوا بيدخلوا في الإسلام أفواجا بفضل الله تبارك وتعالى. فدخل الإسلام في هذا التوقيت أخي لقمان.
صح. نعم ودخل الإسلام في دولة سنغافورة عن طريق التجار، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب. أو من نعم الفرس أو من الهنود، وكانوا يتعجبون بأخلاقهم وسلوكهم، سبحان الله. ولذلك كانوا يريدون أن يعرفوا ما هي الديانة التي يعتنقها هذه التجار. وأخيرا اعتنقوا أو قبل هؤلاء الناس من سنغافورة الدين الإسلامي، ودخل الإسلام في ملايا أو في سنغافورة نفسها، وانتشر، وحتى الآن الإسلام عنده أتباع كثيرة في ملايا، في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، لكن عدد المسلمين في سنغافورة طبعا أقلية. وأنا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع لأن سنغافورة عندهم خليط العرقي متواجد فيه، ليس كلهم على نفس السلالة أو على نفس الشكل، وإنما هناك سنيون وملاويون وكذلك الهنود، وكذلك هناك أجانب الذين يأتون إلى سنغافورة سواء للدراسة أو للسياحة أو ما إلى ذلك. للسياحة وطلب المعيشة، وأخيرا أخذ جنسية أيضا. ولذلك عندما نحن نتكلم عن خليط العرقي، نجد على أن معظم السكان أو الشعب في سنغافورة أكثرهم يعني سنيون، ولذلك نحن نجد على أن أكبر الديانة التي لها أتباع كثيرة هي بوذية وليس الإسلام، ونسبة المسلمين في سنغافورة تقريبا 14% فقط. 14%. طب 14. ما هي الديانات الأخرى الموجودة في سنغافورة غير نسبة المسلمين؟ أولا هناك أربعة أديان معترفة، ليس معترفة أو كبيرة في سنغافورة، لأن دستور سنغافورة أصلا يعترف بحرية الاعتقاد والديانة، وأيضا هناك فصل بين الدين والدولة، يعني على أن الديانة حاجة شخصية أو شيء شخصي لا علاقة يعني دستور لها. علماني، ممكن نقول دستور علماني مثلا يفصل بين الدين والدولة. أو ممكن نحن نستطيع أن نسمي هذا الدستور مثل دستور ألماني، لأن أصلا عندما نحن ننظر إلى الدستور الذي معترف لدي حكومة سنغافورة، على أن هذا الدستور مثل دستور